الجيش الإسرائيلي يشن هجوما واسعا على خان يونس. زادت حدة الضربات الجوية والقصف المدفعي في أنحاء عدة من المنطقة. وللكشف عن قوة هذه الضربات أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير 50 هدفا لحماس في غضون 6 دقائق وقتل عدد من المسلحين، واصفا الهجوم بأنه تكثيف للإنجازات العسكرية في المنطقة. تركزت هجمات الجيش الإسرائيلي في منطقة مدينة حمد ومحيط مستشفى ناصر بخان يونس، وشوهدت أحزمة نارية كثيفة تستهدف عشرات المنازل والمناطق المفتوحة. وصلت الهجمات الجوية والمدفعية لرفح جنوبي القطاع ودير البلح في الوسط. سكان في خان يونس أفادوا بأنهم فوجئوا بالتقدم السريع للدبابات الإسرائيلية وتجدد المعارك الطاحنة بين الجنود الإسرائيليين والمسلحين الفلسطينيين، مع أن خان يونس كانت طيلة الأسابيع الماضية محل تركيز لعمليات الجيش الإسرائيلي، إلا أن هذا الهجوم المكثف والواسع قد يكون استباقاً لأي اتفاق تهدئة بين الطرفين للضغط على حماس لأجل الموافقة على صفقة الهدنة. وزاد هذا الضغط بعد مطالبة الجيش الإسرائيلي لسكان بعض المناطق بإخلائها استعداداً للتوغل شمالاً بعد أن تمركز بعيداً عنها. تكثيف القوات الإسرائيلية لعملياتها في خان يونس مع إمكانية المضي قدما في اجتياح رفح قد يفاقم المخاوف الدولية والإقليمية بشأن الوضع الإنساني ويضع مسار التهدئة في خطر، خصوصا مع الصعوبات التي تواجه النازحين حاليا والتوقعات بتضاعف هذه الأزمة في رفح التي تؤوي مئات آلاف النازحين.